مساء الخير، أنا مع الحبيب، مصور عراقي مغترب في الولايات المتحدة. أنا جزء من أكسبوجر 2018، هذه هي مشاركتي الأولى في هذا المهرجان الكبير والذي يضم عدداً من المصورين العالميين، وأنا سعيد جداً أن أكون جزء من هذا المهرجان إلى جانب عدد من هؤلاء المصورين لأتعلم من أساليبهم بالتصوير الصحفي بالتحديد، لأن معرضي هو عن تصوير الوثائقي لحياة الناس، معرضي اسمه عين على العراق. هذا المشروع أنا شغال عليه ومقسمة إلى عدة مراحل، أيضاً شغال على مشاريع أخرى. أكسبوجر هو بالنسبة لي أنا كمصور وثائقي هو منصة وأيضاً نافذة راح تنفتح للعالم، وإن شاء الله ما تكون المشاركة الأخيرة.